الذكرى 11 لرحيل الشيخ المناضل الكبير الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وحقيقة أننا فقدنا شخصية تركت أثرا كبيرا في نفوس كل اليمنيين، وتركت أيضا فجوة لم تسد إلى الآن، لكننا نأمل إن شاء الله أن تسد بالموجودين إن شاء الله من خلال الأحداث التي وجدت، سيكون هناك إن شاء الله من يسد هذا الفراغ بإذن الله. بذكرى مرور وفاة فقيد اليمن الكبير الزعيم القبلي والمناضل الكبير الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، تعني أن نتذكر سيرته في جميع نواحي الحياة التي عاشها والتي نقتبس منها، سواء في الجانب القبلي أو الجانب السياسي أو الجانب الاجتماعي أو الجانب حتى الخيري، فهو يعني في هذه كلها رحمة الله عليه كان مدرسة كبيرة لكل اليمنيين ولكل القوى السياسية الموجودة. ذكرى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمة الله عليه تعني لنا الكثير والكثير، وأهم باعث بعث فينا اليوم هو التجديد للعهد للقضاء على نفس الزمرة التي حاربها الشيخ والأحرار معه المناضلين في أحرار سبتمبر. اليوم التاريخ يعيد نفسه، فها نحن والمناضلين الأحرار وعلى رأسهم أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في مقدمة الصفوف في الجبهات. هذا اليوم هو انطلاقة ودعوة لكل الأحرار للتعجيل للقضاء على شرذمة الإنقلابيين المدعومين من إيران. ذكرى الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رحمه الله، وهذه الذكرى لهذا الشيخ يعني ما هي إلا جلاد من جلاد، ولكن كان مناقب الشيخ لا تحصى ولا تعد، كان هو الأب وهو الأخ وهو القائد وهو العسكري وهو الجندي وهو يعني الأب الحنون، والذي قدم حياته كلها تضحية من أجل يعني إسعاد هذا الوطن حتى لقى الله.